لم يعد التعليم في الأرياف النائية مقتصرا على فئة الشباب من الذكور فحسب، بل شكلت الفتاة الريفية أيضا حضورا بارزا بمواصلة تعليمها الجامعي كما هو حاصل الآن هنا في كلية التربية بمديرية طور الباحة محافظة لحج. غادة المقطري تقطع كل يوم عشرات الكيلومترات لتبلغ أسوار هذه الكلية التزاما بالتعليم الذي لم يكن لغادة أن تحصل عليه في مديريتها التي تسكن فيها. أنا طالبة من مناطق المقاطرة، يعني نعاني من مشكلة المواصلات خاصة في الدراسات، يعني في الجامعات، يعني نذهب يعني ذهابا وإيابا، يعني نتعب كثير جدا، نسير مسافات أكثر من 10 كيلومترات يعني باليوم. نتمنى يعني تعاونكم من خلال وزارة التعليم العالي، يعني خلال جامعة عدن، إنه إيش يعني يدبروا لهم مواصلات أو سكن جامعي أو باصات خاصة. بدأ وضع الكلية هنا أكثر تعقيدا مقارنة بما يقدمه هذا الصرح العلمي من خدمة أكاديمية لآلاف الملتحقين، حيث تفتقر الكلية لأغلب الخدمات الأساسية كالسكن الجامعي والمعامل التطبيقية والمناهج، بالإضافة إلى الميزانية التشغيلية. أما بالنسبة للوسائل التعليمية الأخرى كأجهزة الحاسوب وحافلات النقل، تبقى مشكلة باتت تواجه هيئة التدريس بالكلية والطلاب الملتحقين بمختلف أقسامها. يعني نحن بحاجة إلى توسعة في القاعات أيضاً بحاجة. يوصي القائمون على هذه الكلية الجهات المختصة للنظر إلى وضعها المزري، إذ يأخذ هذا الصرح أهمية كونه الوحيد في طور الباحة، وهو ما يجعله قبلة رئيسية لهؤلاء الطلبة القادمين من أرياف مديريات محافظة لحج وبعض المديريات القريبة التابعة لمحافظة تعز.